السلام عليكم. موضوعنا لهذا اليوم سيكون بإذن الله عن الأطعمة التي يجب على الحامل تناولها في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل. من أهم الأطعمة المفيدة للحامل في الأشهر الأولى وهي منتجات الألبان، فاحرصي على تناول كوب من الزبادي وكوب من الحليب يوميا، لأنه يمد جسمك بالكالسيوم اللازم لبناء عظام جنينك. احرصي أيضا على تناول المكسرات غير المملحة كل يوم، كونها تمدك أنت وجنينك بالبروتين والمعادن اللازمة. يمكنك تناول الكاجو واللوز والبندق والسوداني، ويمكنك أن تضيفي معها ملعقة عسل نحل. تناولي بيضة واحدة مسلوقة يوميا، فهي تحتوي على فيتامين بي والمهم جدا لنمو دماغ وذاكرة جنينك. تناولي أيضا الأطعمة الغنية بالحديد كاللحوم الخالية من الدهون. ومن المهم جدا أن تحرصي على تناول الخضر والفواكه بما في ذلك السبانخ والبروكلي والبازلاء والبطاطا والطماطم والفلفل الحلو، وكذلك الفواكه الغنية بحمض الفوليك كالبرتقال والتفاح والموز والأفوكادو والرمان، كذلك المانجو والكرز والعنب والشمام. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب والاشتراك وشكراً.